الحمد لله عظيم، شغالة الشغل ده من زمان يعني، وفعلا فتح المشروع عشان يكتسب مهارة وشغل، وازاي الواحد يعني يعمل شغل في بيته، وازاي يعمل مشروع. وبعد كده اشتغلنا فترات وتدربنا على انواع كتير جوه في النوع، وقالوا الانتاج، والانتاج بتاعنا متسوق الحمد لله. طب الحاجات اللي بتشتغلوا عليها هنا في البيت اليدوي؟ في النوع ده الذرة، يعني الشال العربي ده بنشتغله هنا، بس بداية المشروع اشتغلنا على الذرة، وبعد كده هنا تطور على السجاد. طب ايه شغل السجاد بيختلف عن شغل الذرة؟ في حاجات تكون قاعدة في الذرة غير موجودة هناك في السجاد. في مثلا استغنى عن حاجات فيه، هو نفس دي المشتري نفس المطوة دي، واستغنى عن دي بس، خلوا اتنين بس. طيب لما بتجي تشتغل على الاكليم يعني من البداية بتشتغل عليه ازاي لحد ما تطلعي في الشكل النهائي؟ يعني اول نجيب مزدان زي دي، نفس المزدان مختلف عن الكورة زي دي كده، وبعد كده نحطه على الشغل، بس مختلف دي عن السجاد، ده يطلع شال وكده السجاد. تمام. طريقة التسويق يعني بتسوق للمنتجات اللي بتعملوها ازاي؟ لكن مثلا احنا نعرض مثلا على النت، نقول في شغل عملنا، نعرض مثلا معرضنا بسيط عندنا، وممكن نشتغل نطلع على في معارض تانية. القطعة الواحدة بتاخد منك كم وقت؟ لا ممكن ساعة على حسب جودة المزداي. ساعة مثلا. الشغل هنا يعني يعتبر مصدر دخل ليكي ولا يعني حاجة زي ترفيه يعني حاجة؟ هو مش يعني المصدر، هو كان احنا كنت عملنا المصدر يعني شغل، بس مش على المرتبات العالية يعني، ضئيلة شوية. على حسب القطعة اللي بتشتغل فيها؟ حسب القطعة بيشتغلوها، طب يعني مرحلة التعلم يعني اخذت منك وقت عشان تتعلم؟ اخذت ايوه طبعا، اخذت كثير وقت عشان نتعرف على المكان، زي حقو الفتر دي كده في الشغل نزوها، زي نتعرف على نفسه، ده حلي اسامي، كل حد اسامي، بس دي شغل عليها كل حد ليه اسم. طب نسبة الغلط يعني انت لو غلطت في خيط معين بتضيع منك الشغل ولا ممكن تتفادى الموضوع؟ لا هو سهل تركيبه، تعلم ازاي اركب الخيط، مثلا قطعة فتلة مثلا هنا، مثلا قطعة عشان اركبها تاني ركبها، هو شغل ياسر، ومش مكان، هو شغل يدوي يعني عادي سهل لين يفهم. كلمينا عن الصناعة بتشتغل فيها ازاي؟ اشتغل بجيب الخامة دي بشتغل بيها، وأدخل من هنا في الشريط، بعد كده أدقها وأبدل ريح. الخيوط نفسها بتكونوا مجهزينها من قبل ولا بتجي لكم من أماكن يعني؟ بتجي لكم أماكن معين، هم بيطلبوها يعني من مصر يعني، واحد بيجيبها لهم معين. أنواع الأكاليم نوع واحد ولا في كذا نوع من الأكاليم؟ في كذا نوع، في ده شانيليا، وفي فانيليا، في فانيلا، في نكتار، وكل هي لها سعر، ده سعر أقل، السعر بتاع الفانيلا سعره شوية أعلى، فخامته غالية. طب الشغل بيختلف على النوع ولا الاثنين واحد؟ الاثنين واحد، بس هي دي هتلقاها خامة تخيني، فهي بيخلص معك بسرعة، وكانت هي شرط شوية خفيف، أهو وقعت هنا يعني. دي بيطول معك في الشغل، بيعد ممكن ياخد يومياً، لو في وقت أوقات الشتاء ممكن ياخد يومياً معك يعني، الجلد مترين تاخد معك يومياً. يعني الأكاليم في أنواع منها اللي تعمل في الصيف وأنواع في الشتاء؟ لا كل طمع تعمل في الفصول كلها يعني. طيب طريقة التوزيع يعني بتكون إزاي؟ في حد بيجي ياخد منكم منتجات ولا أنتوا بتعرضوها هنا في المكان؟ ساعات هما بتجون معارض يعني، هما يعني بيروحوها بيعرضوا فيه، وممكن في ناس من البلد يعني القريه منها بتطلبها يعني بتاخد تشتري مني. تمام. عدد الفتيات اللي شغالين هنا في المشروع؟ سبعة. المشروع بيمثل دخل ليهم؟ مش فاهم يعني المشروع ده انتوا اللي بتشتغلوا فيه بس بيمثل لكم دخل ولا بتشتغلوا في حاجه تانية؟
لا هي بنشتغل في السجاد والفركة تروح يعني. لا في أماكن تاني هنا بتشتغل في موضوع صناعة الأكلين؟ لا في نادى نقاد في بعد يدخل في الخطارة هنا بس. لا بيشتغلون في النول في أربع دراسات يبقى فيها شكلين الشكل ده والشكل يعني النول الأربع دواسات بيطلع شكلين. شكلين. طيب أسعار الشكل الواحد بتختلف عن الشكلين؟ نعم بتختلف أسعار عشان هو ده بياخد خامة أكتر وياب بياخد أكتر وقت أطول يعني فيها صعوبة شوية عشان. طب الشكل الواحد ممكن ياخد كام وقت معاكي والشكلين؟ ممكن الشكل الواحد ممكن يعني ياخد ممكن ساعتين ولا حاجة بيخلص فده بيكون بزيد ممكن ياخد ثلاثة أو أربع ساعات. على معايا بيخلص يعني بياخد خامة كتير بياخد وقت.